السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في قناة أم نزيم التعليمية. قبل أن أبدأ أريد أن أشكركم على كل تلك التعليقات الجميلة، وأهنئ كل من قال لي بأنه قد تحسن في قراءة النصوص من خلال هذه القصص الخيالية. إذن نواصل مع هذه السلسلة ومع قصة Le Petit Poussé. وLe Petit Poussé هو الإبهام الصغير، إذن تابعوا معي. ويعني الإبهام الصغير، إذن تابعوا معي. لي أو إس تقرأ أي، لي هذا حرف آل، لاحظوا آل هذه ماجيسكول وهذه آل مينيسكول، لاحظوا كيف تكتب مينيسكول. لماذا كتبت هنا ماجيسكول حرف كبير؟ لأنها بدأت بها الجملة. إذن لي أو إس تقرأ أي، لي أ با غون أو إن تقرأ أون غون، لي باغون تي إس لا تقرأ أي أي تي، لاحظوا هذه تقرأ أي حركة أي، و أ إي كذلك تقرأ أي أي تي، أو إن تي لا تقرأ لأنها فعل مصرف مع إيل أفيك إس، لي باغون هم. إذن عند تصريف الأفعال مع il avec s فالفعل يأخذ ent. إذن les parents étaient heureux، eu تقرأ e و eu كذلك هنا تقرأ e. إذن و h لا تقرأ، إذن heureux، x لا تقرأ. e deux voir voir leur e u تقرأ e، إذن leur s لا تقرأ. enfant e n تقرأ on و a n كذلك تقرأ on، إذن enfant t s لا تقرأ. a i تقرأ e، إذن mais s لا تقرأ. a u تقرأ o si o si t نضع لها السكون لأن لا يوجد بعدها حركة. triste t خيست دو أ دو أ ن دو ن بو بو و وار بوف وار أو إي تقرأ و، نضع السكون للحرف الذي قبلها و و بوف وار. لي لي نو نو أو إي قلنا الضمة وهذا حرف آن نو غير. quelque quelque jour او u الضمه وهذا حرف جي، اذا جو جور اس لا يقرا. après اس لا يقرا كذلك. les parents او ان تقرا اون، parents تي اس لا تقرا. re heureux fond او ان تقرا اون، اذا فون. la la même même chose chose سي اش تقرا شو، اذا و او شو شوز، لاحظوا هنا اس قبلها حركه وبعدها حركه تقرا زاد ولا تقرا اس. شوز اي او تي تقرا اي. A bon قلنا A N تقرأ on. A bon do do ner E N T لا تقرأ لأنها فعل مصرف في il avec S. A bon donner leur E U قلنا E، إذن leur S لا تقرأ. enfant E N on و A N on enfant T S لا تقرأ. don don a un qulna on don la forêt e t تقرا e forêt. idan نعيد القراءه. les parents étaient heureux de voir leurs enfants mais aussi tristes de ne pouvoir les nourrir. Quelques jours après, les parents refont
la même chose et abandonnèrent leurs enfants dans la forêt. نترجم les parents الأولياء يعني الأب والأم étaient كانوا heureux سعداء de voir les rؤيتes leurs enfants أطفالهم mais لكن aussi كذلك triste حزينين de ne pouvoir استطاع يستطيع ne يعني تبين النفي إذن de ne pouvoir les nourrir معناها لعدم استطاعتهم توفير لهم الغذاء أو تغذيتهم فنورير فعل أما الاسم نقول la nourriture الغذاء quelques jours après بعد بضعة أيام après يعني بعد jour أيام quelques jours après بعد بضعة أيام les parents الأولياء refont يعني أعادوا فعل faire نقول في il avec s نقول font ils font هم يفعلون أما إذا أضفنا ر في البداية فمعناها أعادوا refont أعادوا فعل la même chose نفس الشيء même نفس chose الشيء même chose la même chose معناها نفس الشيء et wa abandonnèrent أهملوا leurs enfants أطفالهم dans la forêt في الغابة نواصل e double t e تقرأ ات إذن set هذه تقرأ c لأن بعدها e إذن set o i تقرأ و إذن ف و فو سي سي set فو سي p e p i t petit t لا تقرأ o u قلنا الضمة إذن poussé e t تقرأ e إذن poussé لاحظوا بعدها e إذن تقرأ c كذلك poussé a semé e se aimé semé d d i e d t e تقرأ yet yet إذن نضع السكون الحرف الذي قبله m yet ميت دو دو pain pain a i n تقرأ un pain tu o u دوما إذن هذا حرف ت tu o a u تقرأ o o long long g لا تقرأ o n تقرأ on du u du e che che i n تقرأ un إذن main chemin mal قلنا الأش لا تقرأ mal e قلنا e u تقرأ e e re ze mon لاحظوا هنا s قبلها حركة وبعدها حركة إذن تقرأ z و e n تقرأ on إذن mon malheureusement les o i تقرأ و s بين حركتين إذن تقرأ z و e a u تقرأ o إذن ونضع على الليزون هنا les oiseaux les oiseaux ont picoré picoré toutes toutes o u adoma إذن toutes les miettes et les enfants restèrent restèrent e n t la تقرأ لأنه فعل dans la forêt la forêt إذن نعيد القراءة cette fois-ci Petit Poussé a semé des miettes de pain tout au long du chemin. Malheureusement, les oiseaux ont picoré toutes les miettes et les enfants restèrent dans la forêt. Iden, nous tarjim.
cette fois cette هذه. لماذا قلنا set ولم نقول ce هذا؟ لأن فوا نقول لا فوا، إذن فوا هي مؤنث، إذن لذا قلنا cette fois هذه المرة. cette fois-ci هذه المرة. petit poussé الإبهام الصغير a semé زرع des miettes foutettes de pain foutette الخبز. الخبز يسمى le pain. des miettes de pain foutettes الخبز tout au long على طول du chemin طول الطريق long طول tout au long du chemin معناها على طول الطريق. malheureusement لسوء الحظ. إذا قلنا heureusement بدون مال معناها لحسن الحظ، تبدأ من آش heureusement معناها حسن الحظ. أما إذا بدأت بمال malheureusement معناها لسوء الحظ. malheureusement les oiseaux العصافير ont picoré نقروا toutes les miettes كل الفتات et les enfants والأطفال restèrent le verbe rester بقي يبقى restèrent بقوا dans la forêt في الغابة في الغابة لاحظوا dans la forêt. peu de temps e u تقرأ e و e m تقرأ on peu de temps ps لا تقرأ après petit poussé monta o n تقرأ on إذن monta sur u su sur un arbre et vit une lumière i r r e trois hier lumière a travers les es trois et les fenêtres d'une maison لاحظوا اس قبلها حركه وبعدها حركه تقرا زد و اي تقرا اي اذا maison او ان تقرا اون maison. peu de temps après petit poussé monta sur un arbre et vit une lumière à travers les fenêtres d'une maison. معناها peu يعني قليل de temps le temps هو الوقت après بعد يعني بعد وقت قليل. petit poussé الإبهام الصغير monta le verbe monter صعد يصعد صعد sur un arbre فوق شجرة et vit وشاهد une lumière ضوء à travers عبر les fenêtres d'une maison عبر نوافذ بيت les fenêtres معناها النوافذ d'une maison نوافذ بيت. إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء. لا تبخلوا علينا باللايك وترك تعليق جميل كالمعتاد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.